طيب تمام، هنكمل بقى الاكزامينيشن ازاي؟ ايه بقى اللي هندور عليه في الاكزامينيشن بتاع عيان عنده حاجه اوتوميون ديزيز او ميتولوجيكال ديزيز؟ اول حاجه طبعا احنا بنبدا دايما بالجنرال اكزامينيشن. اول حاجه طبعا بنهتم بيها الكونشس ليفل بتاع العيان. غالبا العيانين بتوع الاوتوميون ديزيز بتاعنا هنلاقي ان هم كونشس والاورينتد للتايم بليس بيرسون افريج مود ميموري وافريج انتليجنس، لكن انا ممكن انزل الاستقبال في يوم من الايام على عيان عنده سيستميك لوبس او انشيف سويت سندروم او فاسكولايتس وعنده ستروك، فدي حاجه مهمه. ممكن مثلا في حد ممكن يبقى عنده سايكاتريك بروبلم ويبقى مع العينين بتوع السيستميك لوبس او البيست ديزيز، وممكن يروح للدكتور بتاع النفسيه العصبيه، فعشان كده دي حاجه مهمه. رقم 2 الفايتال ساينز. الفايتال ساينز تمبريتشر، واحد درجه حرارته عاليه. في الحاجات الاوتوميون يحمل حاجه من اتنين، ممكن يكون عندنا خلاص هو متشخص حاجه اوتوميون ديزيز وماشي على امينو سبريسيف ثيرابي، فعامله له بريدسبوزنج للانفكشن، في العيان ده جاي بانفكشن اي حاجه بقى شيست انفكشن سي ان اس اي حاجه، او ممكن يكون ده ساين اوف اكتيفيتي، يعني ممكن يكون علو التمبريتشر في العيانين بتوع الاوتوميون ده ساين اوف اكتيفيتي. ازاي هنفرق ما بين الاثنين؟ الموضوع فعلا صعب جدا، لان انت هتاخد قرار في عيان ان هو محتاج ياخد اميون سبريسيف سيرابي او محتاج ياخد انتيبيوتيك بس علشان تعمل كنترول على الانفكشن. فيعني الى حد ما من الحاجات اللي بتساعدنا شويه هو السي ار بي. السي ار بي لو بوزيتيف غالبا بيبقى ماشيين ناحيه الانفكشن اكتر من الاكتيفيتي، ده غالبا لان في بعض الحاجات بيبقى السي ار بي نيجاتيف حتى في الاكتيفيتي او بوزيتيف في الاكتيفيتي، فده ساعات بيعمل مشكله شويه في بعض العيانين. فعشان كده القرار بتاعنا هناخد ايه ده هيعتمد على باقي الكلينيكال بتاع العيان. البلس والبلاد بريشر، هل مثلا ممكن اجي احط ايدي على عيان الاقي عنده ان ايكوال بلس او ان ايكوال بلاد بريشر، او مثلا اجي احط ايدي على العيان الاقي نو بلس فيلت خالص ما فيش بلس، بقيس ضغط في الابر ليمب ولا الايه ولا يمين ولا شمال؟ اه ده موجود في ناس عندها تكياس وارثرايتس، وفي واحد ممكن يبقى عنده ان ايكوال بلس او ان ايكوال بلاد بريشر عشان عنده اكيد ليمب سكيميا على ناحيه. تمام، في عيانين ممكن تحس فيهم بيدد ارتري يعني عامل زي السبحه عشان العيان عنده بولي ارترايتس نودوزا، وفي عيان ممكن تحس عنده التمبرال ارتري قدام الاير كده محسوس، وده عيان كبير في السن عنده 60 سنه بيلف بسيفير هيدك، العيان ده عنده جاينت سيل ارترايتس، ومن الحاجات المهمه جدا من انواع الفاسكولايتس اللي محتاجه مانجمنت بسرعه، لانه لو ما اتعالجش بسرعه العيان ده على فكره ممكن يجي له سادن بلايندنس، فعشان كده دي حاجه مهمه. الريسبيراتوري في العينين الاوتوميون غالبا ما فيهوش مشكله خالص، بس ممكن تلاقي العين عنده تاكبنيا، يعني الريسبيراتوري بتاعه عالي علشان العيان مثلا لو هو سيستميك لوبس عنده الفولار هيموريدج، او ممكن يكون العيان ده عنده سكليدرما مثلا وعنده اي بي اف لو انترست بلمونري فايبروزز، ممكن يبقى العيان عنده شيست انفكشن من الامينو سبريسيف اللي انت عمال تديها للعيان، فدي حاجه مهمه. اذا الفايتال ساينز من الحاجات المهمه جدا في العينين الاوتوميون. البودي بيلت بتاع العيان ممكن يبقى العيان جاي لنا اوفر بيلت عشان هو ماشي على كورتيكوسترويد، ده جاهز، واكيد هتلاقي بقى ليه سبيشال فيشز كده ان هو عنده مون فيس من كتر ما بياخد الكورتيكوسترويد. ممكن العيان يبقى اندر بيلت يعني عنده مال نيوتريشن علشان عنده مال ابسوربشن سندروم مثلا في الناس اللي عندها سيستميك سكليروزز، دي واحده من الكومبليكيشنز ممكن تحصل. هل العيان بتاع الروماتولوجي ممكن تلاقيه قاعد سبيشال ديكوبيتاس؟ غالبا لا، الا لو عيانه مثلا بيست سندروم وعنده بات كاري وعمل له تنس اسايتس فهو قاعد عنده اورثوجنيا، او عيانه سيستميك لوبس جالها مايوكاردايتس وعندها اكيوت ليفت سايد هارت فيلير فهي قاعده وضع الاورثوجنيا، ده ممكن. هل ممكن يبقى العيان بتاعنا عنده سبيشال فيشز؟ اه على فكره عيانه السيستميك لوبس وهي داخله اللي ماشيه على الكورتيكوسترويد اللي عندها مون فيس حاجه كاركترستيك جدا من الكورتيكوسترويد يوز، والعينه بتاعه سكيدرما داخله عندها فيش ماوس من الحاجات المميزه جدا للعيانين، يعني ممكن تلقط العين وانت داخل. وطبعا احنا عندنا المالر ريش اللي انت ممكن تلقط عين الزئبه الحمراء وهي داخله عندها مالر ريش. طيب هناخد بقى ريجنال اكزامينشن. الهيد اكزامينشن في العيانين بتوع روماتولوجي مهم، اه من اول شعرهم كده ممكن تلاقي العينه عندها الوبيشيا علشان هي عندها سيستميك لوبس من الحاجات الكاركترستيك المميزه. ممكن تبص على الاي بتاع العينه تلاقي عندها بافي ايليد علشان هي عندها جلوميرولونيفريتس عشان عندها سيستميك لوبس، ده وارد. ممكن تلاقي عندها ريد اي علشان هي عندها سيرو نيجاتيف ارثرايتس او عندها بيس ديزيز او عندها جوكرين سندروم، وممكن تلاقي العيانه عندها جوندس علشان هي عندها اوتو اميون هيموليتيك انيميا. ممكن يبقى العيان جاي بيشتكي انه عنده بلايند اي وفعلا انت لقيت مفيش موفمنت خالص عشان هو عنده جاينت سيل ارترايتس، وزي ما قلنا ده عيان غالبا اكتر من 60 سنه. ممكن عيان بيشتكي اصلا
اصلا بدراي اي، وانت فعلا لما هنعمل اكزامينشن بحاجه اسمها شيمر تيست، دكتور رمض اللي بيعملها هيقول ان هو عنده دراي اي وان ده جوجرين سندروم. والمالر ريش طبعا كاركترستيك للسيستميك. ممكن بعض العينين هنلاقي عندهم حاجه اسمها هيليوتروب ريش، اللي هو ريش موجود فوق جفن عينيهم محمر كده زي ما يكون حد حاطط اي شادو، ده موجود مع الناس اللي عندها درماتومايوسايتس. وممكن عينين عندهم سادل نوز، اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه تحت كده، تحس ان زي ما يكون مناخيره مكسوره كده او كانت مكسوره وهيلد، ده موجود مع الجرانيولوماتوزيس وسبولي انجايتس. وفي ناس عندها بيرفوريت بلد زي ما احنا شايفين في الصوره برده مع الجرانيولوماتوزيس وسبولي انجايتس، ده نوع من الفاسكولايتس. او ممكن تلاقي عيان تفتح كده تلاقي لسانه ناشف خالص، اكيد اول حاجه تيجي في دماغنا انا اقيس السكر بتاع العيان الاقيه كويس، يبقى العيان عنده دراي ماوث عشان ممكن يكون هو الجوجرين سندروم. النيك اكزامينشن ممكن تلاقي العيان بتاع الاوتوميون عنده كونجستنج فين مثلا، ده ممكن لو العيان عنده هارت فيلير زي عيان السيمكلوباس من الكاردايتس او الانتوفس فليب، بيجي له حاجه اسمها ليبمان ساك انتو كاردايتس، او ممكن يكون العيان مثلا عنده ماسيف بلورال افيوجن على ناحيه فعامل له كونجستنج فين، وده بيحصل مع الناس بتوع روماتويد ارثرايتس او السيستميك لوبس. الليمف نود انلارجمنت سواء بقى سيرفايكال ليمف نود انلارجمنت ممكن يبقى موجود كجزء من الانفلاميشن والميديتورز اللي موجوده، فده ممكن يبقى موجود مع الناس بتوع سيستميك لوبس او بتوع روماتويد ارثرايتس او اي حاجه في الاوتو اميون ديزيز ده وارد. ولكن احنا دايما متفقين ان اي عيان عنده ليمف نود انلارجمنت مش هتكسكلود لينفوما لان دي حاجه مهمه. الثايرويد ممكن تكون فيها مشكله في العيان اللي عنده اوتو اميون ديزيز، ده الاوتو اميون ثايرويد ديزيز مشهوره جدا مع الناس اللي عندها حاجات اوتو اميون، ففعلا ممكن اعمل ثايرويد اكزامينشن عشان ممكن يبقى العيان جاي بيشتكي بحاجات مثلا سيستميك لوبس وبالصدفه كمان عنده نيك سويلنج وطلعت ده الثايرويد، والعيان هتطلع كمان فيها اوتو اميون ثايرويد ديزيز سواء كان هاشيموتو ثايرويدايتس او جريفز. التراكيه ممكن يكون مشكله فيها في العيان الاوتو اميون ديزيز، الغالب ان هو لا، بس ممكن لو العين عندها ماسيف بلورال افيوجن على ناحيه عامل لها شيفت للناحيه ديت او للناحيه الثانيه، او ممكن العيان مثلا اللي عندها مثلا لونج كولابس او فايبروزيس على ناحيه بسبب الاي بي اف مثلا، فممكن يكون عندها تراكيه مشدوده للناحيه دي وهكذا. الابر لمب من الحاجات المهمه طبعا في الاكزامينشن. احنا نزلنا فيديو للابر لمب اكزامينشن في الناس اللي عندها اوتو اميون ديزيز، هنركز برده على شويه حاجات تانية ممكن تكون اتقالت او ما اتقالتش في الفيديو اللي احنا نزلناه. الابر لمب عندنا ممكن تلاقي حاجه اسمها جوترون ساين زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق، اللي هو بتلاقي حاجات كده سكن ليجن لونها احمر موجود على المكان بتاع الجوين، دي حاجه كاركترستيك للناس اللي عندها درماتومايوسايتس. وممكن يبقى العيان انت بتعمل ماسل بار لقيت عنده بروكسيمال ماسل بار، برضه ده بيحصل مع البوليمايسايتس والدرماتومايسايتس. ممكن تلاقي في نقط حمراء زي قرص الناموس على ايديه اللي هي البربرا، وده موجود مع الناس اللي عندها سيستميك لوبس او روماتويد ارثرايتس او مع الفاسكولايتس بسبب الثرومبوسايتوبينيا او فاسكولار بربرا. والرينوز فينومينا اللي احنا شايفينه في الصوره ده اللي هو سيفير فاسوس باز بيحصل في الديجيت ارتريز انوكس بوش ارتيكول زي ما احنا شايفين، ممكن تيجي بايديه زرقاء وده الاشهر على فكره، ممكن يبقى فيه بالور. الرينوز فينومينا من الحاجات المهمه في الاوتو اميون ديزيز، ممكن تبقى حاجه برايمري ممكن تبقى حاجه سكندري، والسكندري بندور عليها بالكابيلاري سكوب علشان يقول لنا دي نورمال فيزلز او دي لا، او الفيزلز دي هتاخد بعد كده شكل سيستميك لوبس، او الفيزلز العيان ده هو بعد كده هيطلع سكلوديرما. واشهر اوتو اميون ديزيز بيحصل مع الرينوز هو السكلوديرما. النيلز بقى من الحاجات المهمه ليه؟ لان ممكن تلاقي فيه نيلز مكسره موجوده مع الناس اللي عندها سورايسز، ممكن تلاقي فيه كلوبنج اوف ذا فينجرز موجود في الناس اللي جايها انترستيشن بامنر فايبروزز علشان هم عندهم سيستميك سكلوروز او روماتويد ارثرايتس. اللورنين برضه ممكن تلاقي عين عنده لورن بايديما تساوي يورين اناليسيز، لحسن يكون العين عنده جلمينوفرايتس مع البافي ايليت بقى يا سلام تبقى دي حاجه فعلا مهمه، او ممكن يجيله هارت فيلير، او ممكن يكون عنده رايت سايد هارت فيلير او من السيفير بالمونر هايبرتنشن اللي حصل له من السكليودرما بس او من الاي بي اف اللي موجود، او من الهارت فيلير حصل له من الكارديتس. ممكن تشوف بيربرا زي اللي في الصوره، ممكن تشوف في فاسكوليت كراش برضه زي اللي في الصوره كده، والالسرز موجوده ده كله مع الفاسكولايتس، او ممكن يكون في برضه بروكسيمال ماسل ويكنس في اللور لمب موجود مع الدرماتومايسايتس والبوليمايسايتس. ممكن تعمل هارت اكزامينشن مهم عشان ممكن تسمع العيان جالوب علشان هو عنده كارديتس او هارت فيلير، او ممكن تسمع ديستنت هارت ساوند عشان عنده بيريكارديال افيوجن، وده كله ممكن يحصل مع اللوبس او مع الروماتويد ارثرايتس. وممكن يبقى العين عنده هارت بلوك عشان هو عنده ساركيدوزيس، ممكن يبقى العين عنده حاجه اسمها ليبمان ساك انتوكارديتس، دي حاجه بتظهر في الايكو موجوده في العين بتوع السيستميك لوبس والانتيفسلويد سندروم، والانتيفسلويد سندروم اشهر.
ممكن نعمل شيست اكزاميشن، ده مهم لان انت ممكن تسمع العين ويزي شيست وتشخص ان هو برونكيال ازمه، وفي الاخر ممكن يطلع حاجه عندنا نوع من انواع الفاسكولايتس اسمه ايزينوفيليك جرانيوماتوزز وزبولي انجايتس، وممكن يبقى العيان مسموع عليه كريبيتيشن عشان هو عنده الفولار هيموريدج سيفير اكتيفيتي من اللوبس ومحتاج اجريسيف مانجمنت، او ممكن يكون العيان عنده اي بي اف من مع الايه مع السكليودرما مثلا او روماتويد ارثرايتس. الابدومينال اكزامينشن مهم، ممكن ما تلاقيش فيه حاجه خالص، ممكن تلاقي العين عنده اسايتس علشان مثلا عنده باسس سندروم وده بات كاري، او ممكن تكون سيروسايتس في السيستميك لوبس، ممكن يبقى العين عندها سبلينوميجالي، والسبلينوميجالي في روماتويد ارثرايتس تخليك تدور على فيلتي سندروم، وممكن يبقى السبلينوميجالي بتاع جزء من الساركيدوزيس، ممكن يبقى العين عنده دايليتد فينز على الابدومين وده بيمشي جدا مع البات كاري سندروم اللي هو موجود مع الناس بتوع الباسد ديزيز ده اكتر، او ممكن يكون الانتيفوسفوليد. النيورولوجيكال اكزامينشن احنا بنحب نعمل نيورولوجيكال اكزامينشن لان ممكن يبقى عنده كراني نيرف بولسي وده مشهور يعني الى حد ما شويه في اللوبس، ممكن العينه تروح بترانسفيرز مايلايتس وتطلع سيستميك لوبس، ممكن جاي بهيميبليجيا علشان هو انتيفوسفوليت سندروم او سيستميك لوبس او الباسد ديزيز، او ممكن يكون في سي ان اس فاسكولايتس. بس مهم بروكسيمال ماسل اعمل لها اكزامينشن بروكسيمال ديستال، طبعا اقوم الاقي ان العين عنده بروكسيمال ماسل ويكنس عشان هو عنده ديرماتوماسايتس او بيوماسايتس، ممكن يبقى عنده افيزيا علشان برضو كجزء من سيستميك لوبس او انتيفوسفوليت سندروم او باسد ديزيز او سي ان اف فاسكولايتس، ممكن يبقى العيان عنده سايكاتريك مانيفستيشن علشان هو عنده سيستميك لوبس او باسد ديزيز وده موجود. بعد كده بنبدا نعمل ماسكولوسكيلتال اكزامينشن للعيانين، كل جوينت هبص عليه بالذات لو عنده فيه مشكله هبص عليه انسبكشن ونعمل سكرين الجوينت ده فيه مشكله ولا لا وبالبيشن، ومفيش بقى عندنا بريكوشن اوسكالتيش، لا احنا عندنا حاجه اسمها رينج اوف موفمنت وسبيشال تيست. الحاجات دي ان شاء الله احنا نزلنا فيديو للهاند اكزامينشن ممكن نتريح في الحاجات ديت، والحاجات الثانيه هنشوفها بعدين باذن الله لما الدراسه ترجع تاني ونبدا نبقى موجودين. طيب ايه الانفستيجيشن اللي نحب لو انا بقى شكيت ان العينه دي لوبس او العينه دي روماتويد او ايه؟ طبعا احنا ما بنطلبش الاوتو انتيبوديز كلها ولا حاجه، انا بطلب على حسب ما العيان طلع ايه؟ اللي مثلا لقيت عندها مالر ريش وعندها اورال الثر والوبيشيا وعندها لور ليمبيديما وعملت يورين انا طلع في بروتينوريا، انا ماشي ناحيه السيستميك لوبس فاقوم اطلب اي ان اي وانتي دبل ستراند او انتي سميث انتيبودي، لبسالاري كارنت ابورشن طلبت لها انتي كارد لايبن انتيبودي او انتي بيتا 2 جلايكوبروتين ده الموست سبيسيفيك او لوبس انتي كواجلان، والله العين اللي كانت جايه بسمول جوينت ارثرايتس وبايلترال وسيمتريكال وكرونيك بقى لها اكتر من 6 اسابيع واديتيف يعني كلهم جايين مع بعضهم، خلانا نفكر في سكه الروماتويد ارثرايتس وعملت الانتي سي سي بي. العين كان عندها رينز اكتر وفيش ماوس وعندها ديسفيجيا، رحت فكرت اكتر في ناحيه السكيلوديرما فعملت انتي سكيل 70 او انتي سنترومير انتي بودي. العين اللي واخد المايلد فورم كلها حاجه عندها شويه مالر ريش بسيط كده ومصر بيكنس بسيط كده وما عندهاش بروتينوريا ولا حاجه وممكن يكون عندها مالد انيميا، فكرت ان ده ممكن يكون ميكس كونكتيف تيشو ديزيز فطلبت انتي ار ان بي. العين اللي عنده بروكسيمال ماسل ويكنس اكتر ومعاها سكين راش اللي هي الليتروب والجوترن ساين، رحت فكرت في درماتوماسايتس او بوليمايسايتس فعملت انتي جو وانتي ام اي 2 انتي بودز. العين بتوع الجوجرين اللي عندهم دراي ماوس او دراي اي فكرت في الانتي رو والانتي لون. الناس اللي كان عندها ويزي شيست وبروتينوريا وعندهم سابل نوز وممكن فاسكولار بيربور فكرت انها او جانجرين حتى في رجليهم، انا فكرت ان ده ممكن يكون فاجنر جرانيوماتوزيس او جي بي اي فعملت ايه او ايزينوفيليك بولي انجايتس جرانيوماتوزيس بولي انجايتس فطلبت الانكاس سواء انكا بي او انكا سي. ممكن اكتب شويه حاجات سبيسيفيك على حسب العيانين عندهم ايه، الفيرولوجي من الحاجات المهمه، السي سي فورم الحاجات اللي بيحصل لها كونسامشن في اوتو امين ديزيز، المصل انزيمز مهمه في الناس بتوع البوليمايسايتس، اليورين اناليسيز والبولينري بروتين كريات ريشيو من الحاجات المهمه جدا للناس اللي احنا شاكين ان عندها بروتينوريا. الجوينت ايميجنج سواء اكس راي او الترا ساوند او سي تي او ام ار اي من الحاجات المهمه علشان اشوف مثلا نورون جوينت سبيس في الاكس راي او بير ارتكولار استوبينيا يمشي مع الروماتويد، او الالترا ساوند يقول لي ده في ساينوفايتس يبقى ده ماشي مع الارثرايتس فعلا والروماتويد ارثرايتس غالبا، يبقى دي من الحاجات المهمه. الام ار اي بالذات في الناس اللي عندها لو باك بين لان ده ممكن يكون انكايلوزنج سبونديولايتس فدي من الحاجات المهمة. وممكن بقى ايه اعمل بقى مثلا شيست اكس راي او ايكو او ابدومينال الترا ساوند او رينال بيبسي او سكين بيبسي على حسب البرزنتيشن بتاعت العيان كانت ايه، وفي بعض الحاجات ممكن يكون مثلا عنده هيماتولوجيكال مانيفستيشن فاقوم اضطر اعمل بوم مارو اكزامينشن.
والمانجمنت اكيد هياخدوا ستيرويد امينو سبريسيف بايولوجيك ثيرابي.